بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا هاد البوندو اللي عريض كيجمع الراس وكيغطي حتى الودنين. راني مصوره بغير بالباندات، بالباندات هما شرائط. هذا درتو باللوان، هذا درتو غير بلون واحد، هذا شويه بلون واحد وفيه غير ثلاثه الضفرات، الاخر فيه اربعه الضفرات، اربعه شرائط. هذا فيه ثلاثه شرائط ساهل. دونك هذا فيه درت هنايا اربعه الالوان. غادي نحتاجو الخيط، هذاك اللي لون واحد خدمته بهذا الخيط. هذا الخيط راه غير لاكريليك ورطب، رطبه بحال الحرير، ولكن هي راه غير صفه عاديه. والاخر درته بشرائط بالالوان، صفه شويه غليظه. غادي نحتاجو الكروشي، انا خدمت بالكروشي رقم 5.5، هذاك الكبير خدمته ب5.5. نحتاجو البرا والمقص والمتر باش نعبرو. انا باش عبرت هذا الكبير درت فيه 59 سنتيم في الطول في الشريط، كل شريط فيه 59 سنتيم. هذاك الصغير درت غير الدوره دراسي، انا غير باش نوريكم بان الا درتي غير الدوره دراسك راه غيجيك صغير. علاش؟ لان مني كنضفروهم هذاك الضفره كتاخذ من الطول ديال الشريط، اذا خصك ديريه كبر من الدوره دراسك بواحد العدد ديال السنتيمتر. انا درت 59، يمكن لك تمشي حتى 60 سنتيم، اللهم زايد ولا ناقص. فوالا، دونك درت هذا الغليظ بشكل والاخر بشكل. غادي نبداو. اول حاجه غنديروها غنديرو عقده البدايه، راه عقده باش كنشد نخشيو فيها الكروشي. هذيك الخريصه تندير فيها الكروشي، تنلوي الخيط وكنجبد باش كنخرج واحد العيب. هذيك سلسله كتسمى. دابا غنديروا عدد من السلاسل، كي قلت لكم ما ديروش غير الدوره ديال الراس، خصك تفوتي على الدوره ديال الراس. بالنسبه لبنادم كبير انا درت 59 سنتيم، سمحوا لي درت 59 سنتيم. اذا وغادي نقول غادي نقولوا بحال راه عندي 58، واخا انا ما عنديش، يمكن عندي عدد قليل ديال هذا باش ما نطولش الفيديو. دونك كنجيو للغرزه الاولى الثانيه وكنديروا فيها غرزه حشو. غنبقاو غادي في كل هذا السطر غنديروا غرز حشو، غرزه الحشو. راه حنا كنلويو الخيط كنخشيوه كنجبدو وكيوليو عندنا جوج، وكنخنطي نلويو الخيط ونطيحوهم بجوج. هذيك هي غرزه الحشو. الا جاتكم هذه الفيديو بسرعه بسرعه يمكن لكم تثقلوا الفيديو باش تعرفي شنو هي غرزه الحشو. في الاخر مني كنكمل السطر كندير سلسله وكنجي شتي دابا هذيك بحال الضفيره كاينه الفوق، هذيك عندها جوج الخيوط، واحد القدام واحد اللور. هذاك اللوراني هو اللي غنبقاو نخشيو فيه الكروشي ديالنا، شفتوه هذا. وغنبقاو نديرو غرزه الحشو كلهم سطوره، غنديرو اربعه سطوره د غرز الحشو كلهم غنديروهم في هذاك الخيط اللوراني. هكا غادي نكملو حتى اخر السطر، نخشي كروشي نلوي الخيط ونخرجو باش ندير غرزه حشو في الاخر. ما تنساوش هذيك الغرزه الاخيره كندير سلسله باش كندور، ضروري هذيك سلسله باش كدوري ما كنحسبوهاش. ودائما في الخيط اللي بعيد هذاك الوراني هو فاش كنديروا الكروشي وكنديروا غرز الحشو. غادي نديروا اربعه الاسطر بحال هكا. ها هي الغرزه الاخيره دابا هنا، شفتوها صافي، درت غرزه حشو وندير سلسله وندوز ندير السطر الاخير. هما الشرائط اللي درت انا، درتهم بالالوان مختلفه. يمكن لكم ديروا لون واحد، لكم الاختيار، داكشي كل واحد وشنو كيبغي. المهم هو هي كتجي غليظه وتجي سخونه وزوينه. مني كنكملوا الشرائط ديالنا كناخذوا برا وخيط وكنحطوهم وكنبداو كنديروا ليهم نخيطوهم، ولكن ماشي خياطه مزيره، هي ضربات كبار غير باش يتبتوا، باش نضفرهم، باش غنضفروهم. هاد الخيط غنحيدوه في الاخر، اذا بلا ما تحاولوا ديروه مزير وما ديروش وحده فوق وحده، خاصها تجي وحده وحده وحده.
شوف كندير الضربات كبار الفوق كاملين قد قد باش غير نثبتهم. يمكن لكم تثبتوهم بحال دابا، كان ممكن نجيب انا غير مقابط ولا شي حاجه ونثبتهم على هذيك الكرتونه اللي عندي. انا المهم الانسان خصو يثبتهم باش تكون يضفريهم وصافي، ما يبقاوش يتحركوا لك. انا فضلت ندير الخيط شتي، ما يطلعوش فوق وحده، خصك ضروري توسعي باش يبقاو وحده حدا وحده، ما تجيش وحده فوق وحده. صافي دابا داز فيهم الخيط، شدهم كاملين. غادي نقطع الخيط، غادي نقادهم ونقطع الخيط ديالي. صافي شتي، نحاولوا باش نجيبهم حدا حدا وحده. صافي ملي كنقادهم غادي نبداو نضفر، قطعت الخيط وغادي نبداو نضفروا هاد الشرائط ديالنا. هناخدو هذاك اللي على اليسار هو الاول، كنحطوه في هذاك اللي حداه، كنديروه فوق منه اللي فوق هذاك اللي لاصق عليه، كيجي فوق منه. وهذاك الاخر اللي موراه غيجي تحت منه، عاوتاني الفوق ديال هاد الشريط الثالث وتحت الشريط الرابع، خمس، عندي 5 شرائط. دونك مره كيجي الفوق مره كيجي لتحت، انا بديت بالفوق دونك الثاني اللي حداه غيجي تحت منه غيجي فوق من الاخر وهكذا. ثاني عاوتاني دائما كنبداو من اليسار، من الجنب اليسار غنديرو فوق من هذاك اللي حداه، وحاولوا تخليوها مسرح ودفعوهم باش يكونوا مزيرين، يعني ما تخليوش بزاف تاع الفراغ بيناتهم. مره يكون الفوق، مره لتحت، مره الفوق، مره لتحت، هكا حتى كتوصلوه للطرف. شتي دابا ها هو يا جا تحت من هذاك الرمادي. دابا ولا عندنا الازرق هو اللي في اليسار، اذا غادي نخدمو عاوتاني بهذاك الازرق. الازرق غادي يجي الفوق، هنا كنبداو دائما بالفوق بهذاك الحدا، ولتحت ديال الاخر، لتحت ديال الابيض، الفوق ديال الرمادي، ولتحت ديال الاصفر، غيجي تحت من الاصفر. وهكا دائما كنبداو من اليسار وكتبداي به من الفوق، كتحطي هذاك الشريط الفوق، ومن بعد الشريط اللي حداه كديرو عاوتاني لتحت مرات. اذا كتبداي الفوق كديري الفوق لتحت، الفوق لتحت، الفوق لتحت، وهكذا غادي نبقاو حتى نكمل هاد الشرائط ديالي حتى الاخر. وحاولوا تزيروهم باش ما يبقاش الفراغات، باش ما يبقاش يتحل منين تبقاو ديروه. حاجه سهله وبسيطه وزوينه، ماشي كتسخن الودنين وكيجي غليظ، كيجمع الراس كيجمع الراس، كيسخن الودنين في البرد. هكذا غنستمر حتى نكملها. الأزرق فوق من هذاك الإمدادي، تحت من الآخر، وفي الآخر تحت من الأصفر. دائما مرة الفوق مرة لتحت، مرة الفوق مرة لتحت، حتى كنكمل الضفيرة ديالي. في الآخر فاش غادي تكملو خيطوهم، خيطوهم تبتوهم، ماشي تخيطوهم خياطه مزيره، غير تبتوهم بغراز كبيره باش ما يتحلوش، لان خصكم ضروري تشدوهم. ولا لا كنتي جيبي مقبطات حداك ولا شي حاجه وشديهم بدوك المقبطات. انا راني درت الخيط ولكن حتى هي نفس الطريقه، وغادي نثبتهم باش عاد نجي داك الساعات نجمعهم، نجمع هذاك البوندو كامل ونخيطو. انا درت الضربات كبار بحال ديال الفوق، بحال اللي درت في الفوق.
غادي نحيدهم في الاخر باش غير باش جمعت هاد الشرائط، وغادي نجي غادي تجي وغادي تخيطيهم، غادي تقلبي وتخيطيهم. هذا في غير ثلاثة شرائط كي قلت لكم، هذا على حسب الدورة ديال الراس، ولكن مني كديري الدورة ديال الراس راه كيجي صغير. الا درتي غير الدورة، لان مني كتضفري الضفرة كتاكل من الطول ديال الشريط طبيعي، اذا كيجي صغير. حاولوا ديروا كبر من الدورة ديال راسكم، زيدي واحد 10 سنتيم ماشي مشكل. وفي التالي غادي نخيطهم، غادي نلاقيهم بجوج. دابا ملي كتجي تلاقيهم كتاخدي، ما تحاولي ما تنسي حتى شي شريط، كل شي شرائط تضربي فيهم البره باش ما باش ما تنسيش يبقى محلول. دابا هذا كيفاش درت ليه هذا البوندو الصغير، راه ماشي بالغراز ديال الحشو، هذا مصوب بطريقه اخرى. اذا غادي نديرو، غادي نديرو عقده البدايه. ها هي درت عقده البدايه، غندير السلاسل. غادي ناخد ندير انا واحد العدد السلاسل، نتوما ديروا العدد اللي بغيتو. المهم قلت لكم الا بغيتيه لراسك ديريه على الدوره ديال راسك، ولكن زيدي واحد 10 سنتيم هكا كلها ولا 8 سنتيم. غادي نكمل السلاسل العدد اللي قدني، غادي نخلي ثلاثة ديال السلاسل ونجي للرابعة نلوي الخيط وندير غرزة عمود، ولكن عمود كنلوي الخيط وكنحيد نطيح وحدة، ونعاود نلوي الخيط ونطيح جوج، ونعاود نلوي الخيط ونطيح جوج. هذه غرزة عمود ممتدة ولا غرزة عمود طويلة، ماشي بحال غرزة العمود العادية. إذا لاحظوا معايا، هاني لويت الخيط، غنخشي في السلسلة، غنجبد الخيط. ها هما يا دابا ولاو عندي ثلاثة ديال فوق الكروشي، ثلاثة تاع العيون. غنطيح وحدة، نلوي الخيط ونهبط وحدة، نعاود نلوي الخيط ونهبط جوج، ونعاود نلوي الخيط ونهبط جوج اللي بقاو عندي. اذا هذه شوية طويلة على الاخرى العادية اللي كنديرو، لان الاخرى كنلويو الخيط وكنطيحو ديريكتومون جوج، كنطيحو جوج نعاود نلوي الخيط نطيحو جوج. هذه كطيحي في الاول وحدة عاد كديري جوج جوج. اذا غادي نكمل كل باش كيجي داك الشريط كيجي عريض، ما غاديش نحتاجو نديرو بزاف السطوره. اصلا هي مخدومه بالكروشي 5.5، راه كبير راه غليظ، الصفه على جوج غليظه. اذا غادي نديرو غير سطر، سطر واحد من هاد الشريط ديال من هاد الشريط، كل شريط ديال هاد غرزه العمود الطويله غادي نديرو غير سطر واحد. اذا غادي شحال بغيتو، بغيتو ديروهم نتوما يا خمسة ديال الشرائط وتلويوهم بحال هذاك الملون كان بها، بغيتو ديروهم بغير ثلاثة بحال كي درت انايا، راه بحال بحال، غير هو ما كيجيش عريض بحال هذا اللي فيه بزاف الشرائط. اذا كيبقى لكم نتوما الاختيار، الا بغيتوه الا جا عريض راه غادي يسخن الودنين، غيغطي الودنين. الا كان صغير بحال هذا غير بوندو ديال الشعر كيحبس الشعر، اذا راه غادي يكون ماشي عريض. صافي دابا وصلنا لاخر ديال الفيديو ديالنا. هاد البوندو هذا ما عندوش الوجه بحال بحال، عنده الوجه والظهر، اذا الخياطه غنديروها في الظهر. اما البوندو الاخر الملون هذاك راه الوجه بحال بحال، غتختار واحد جهه وغتخيطو عليها ماشي مشكله. اذا فوالا وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، نتمنى يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. ومرحبا بكم في إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.